حكي في مصنع للملابس، مكتوب على كل مكنة من الماكينات: إذا تشابكت الخيوط فاستدعي رئيس العمال. إذا تشابكت الخيوط استدعي رئيس العمال. ويجب إذا تشابكت الأمور وزادت المشاكل نجري إلى المذبح ونصلي قداس واثنين وثلاثة ونقول له: كما ترى ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، ارحمنا يا الله مخلصنا، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. كلمة في سرك كلم السماء يا صاحبي، كلمة في سرك كلم السماء. وما هو القداس الإلهي إلا كلام السماء؟ بكلم السماء. وما هي جلسة في الكتب المقدسة؟ بكلم بها السماء. وما هي مزامير داود النبي؟ بكلم السماء. بكلم السماء في مواضيع كثيرة، تارة في الضيقات ومرة في الآلام. وما هي صلاة أبانا الذي في السماوات إلا كلام السماء؟ It is enough. وكل طفل صغير يحتاج يكلم أبوه، وكل واحد فينا كبير وصغير يكلم أبوه، يقول: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك. ومكتوب في هذا المصنع على كل ماكينة: إذا تشابكت الخيوط فاستدعي رئيس العمال. وواحدة من الشغالين في المصنع ده هو جديدة، تشابكت معها الخيوط فقعدة تفك فيها، وكل ما تفك فيها تزيد تشابكا وتزيد تعقيدا. وخذ الموضوع من أوله وأقصر الطرق. إذا وجدت المشاكل قاعدة مع المكتب، على المكتب نعمل دسكشن وتشابكت، وفي النهاية استدعت رئيس العمال فقال لها: سبتيها ليه كده؟ قالت له: بحاول إن أفكها، ما عرفتش أفكها، وبذلت مجهودا كبيرا. فقال لها: أعظم مجهود ممكن تبذليه إنك تتعد تستدعي رئيس العمال، وأعظم مجهود ممكن نعمله أن نكلم السماء. وكما تعلمنا من الغالي في بهجورة، لما كان يوجد إنسان عيان يروح يصلي للعيان ويبص للسماء يقول: يا ستي يا عادل يوم النور، ادخلي أجدخانة السماء وهاتي العلاج المناسب لعبدك فلان، احنا محسوبين عليك، مناش غيرك، انت شفيعة العالم كله، سور خلاصنا، الحصن المنقذ غير المنسلم، حزن عبيدك ردي لي فرح. هو كلمة بسرك الحكاية، محتاجة كلام مع السماء.